فرجاهم صورة شاب، قال لهم هذا هو الشاب اللي شفتوه، قالوا ايوه بالضبط هذا اللي صلح السيارة وحكى لنا لا تفوتوا على الغابة هاي. الاختيار هون بلشت ملامحه تتغير، حكى لهم ان الشاب هذا ميت من 4 سنين. مرحبا يا جماعة، معكم سلامة في فيديو جديد. فيديو اليوم بدي احكي لكم قصص رعب، بعرف ما تعودتوا عليه بقصص الرعب والجن، بس خلينا نجرب وانتم احكوا لي رايكم اذا بتحبوا اني احكي قصص رعب ولا لا. قبل ما احكي لكم القصه الاولى لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، وبما اني سحبت امبارح ما تفكروا اني سحبت على 15 فيديو بالشهر، التحدي كان 15 فيديو بالشهر مش يوم بعد يوم، يعني ممكن اني انزل فيديوهين ورا بعض اريح يومين ورا بعض فعادي، المهم يكون شهر 10 كامل اكون منزل فيه 15 فيديو. فهين اليوم بدي انزل فيديو وبكره فيه كمان فيديو عشان اعوض سحبت امبارح. صلوا على النبي يا جماعه ويلا نبلش. القصة الأولى يا إخوان صارت بغابة مع الجن. في كان 3 شباب أصحاب قرروا بيوم من الأيام إنه يطلعوا رحلة على غابة، والغابة هاي معروف إنها حلوة ومناخها ممتاز للتخييم، فقرروا إنه يروحوا عليها ويخيموا لمدة 3 أيام ويطشوا ويشموا الهواء يعني. وفعلياً بلشوا يجهزوا حالهم للطلعة وجهزوا عدة التخييم وطلعوا، وهم طالعين كانوا حاطين أغاني وأمورهم طبيعية يعني زي أي شباب طالعين الرحلة. فهم بطريقهم للغابة وماشيين بالسيارة فجأة السيارة خربت. بيشغلوا فيها مش راضي تشتغل، فصاروا يدوروا على واحد مختص انه يساعدهم يصلح السياره. دوروا 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 فلقوا محل تصليح سيارات، فاخذوا السياره عليه وبلش الزلمه يصلح بالسياره، وهم عنده قعدوا وضيفهم شاي وزي هيك وصاروا يسولفوا مع بعض. اسالهم انتوا وين رايحين؟ كل رايحين نخيم بهاي الغابه لانه سمعنا انها حلوه ومناسبه للتخييم. هون الزلمه اللي بيصلح السياره زي اختلف صوته واختلفت ملامحه، حكى لهم اوعكم تروحوا عليها، وهم استغربوا وضحكوا وحكوا له انه ليش ما نروح عليها، رايحين رحله بشكل طبيعي ليش ما نروح. حكى لهم هاي الغابه مرعبه بالليل وبيطلع فيها جن واشباح واشياء كثير غريبه. الشباب صار يضحكوا عليه وحكوا له ما عليك اذا انت بتخاف احنا قدها وبنخافش من شيء. المهم خلص تصليح السياره وركبوا فيها وكملوا رحلتهم بشكل طبيعي، وهم ما كانوا عارفين ايش راح يصير فيهم يا جماعه. المهم كملوا طريقهم للغابه، وهون بلشت رحلتهم المرعبه. بلش الطقس يتغير وبلش الجو زي ضباب، هم ما دققوا كثير وظلوا مكملين طريقهم، وشوي شوي بلشت الاشباح تبين باشكال مخيفه ومشوهه. وكانوا الشباب يشوفوا الاشباح بس لانهم عاملين حالهم زلام كانوا عاملين حالهم مش شايفين، وانهم قال مش خايفين وما كانوا يحكوا لبعض انه شفت شبح وشفت جني، يعني اللي بيشوف الشبح كان يضل ساكت عشان ما يحكي لاصحابه واصحابه يتخوفوا لانه بخاف. ظلوا ساكتين ومكملين الرحله. فجاه واحد منهم شاف اشي خلاه يرتعب وحكى لهم اسمعوا يا اخوان الوضع صار كثير بخوف وخلينا نلف ونروح. باقي الشباب لما حكى لهم زي هيك صاروا يحكوا على الاشياء اللي شافوها، هم ما كانوا راضين يحكوا بالبدايه عشان ما يحكوا انت جبان وزي هيك بيصيروا تخوف عليهم. فلما الاول حكى لهم انه شفت اشي كثير مرعب نلف ونروح، الكل صار يحكي له اه والله وانا شفت وزي هيك، وكلهم خافوا صاروا بدهم يروحوا، واتفقوا انه خلص خلينا نطلع من هاي الغابه باسرع وقت ممكن. بس للاسف يا جماعه تاخروا لحتى اخذوا هذا القرار، والجن والاشباح تحوطوا السياره، سايق السياره حط على الاول وظل مسرع على السريع. فعليا يا اخوان هربوا منهم وشافوا قدامهم بيت، كان البيت شكله من برا كثير بخوف، بس ما كان عندهم خيار ثاني الا انهم يروحوا عليه، يعني يا بيروحوا عليه يا بيضلوا مكانهم والاشباح بقتلوهم. صفوا السياره وركضوا على البيت، ولما وصلوا عند الباب لقوا الباب مسكر، وكان مكتوب على الباب ايات من القران. هون استغربوا الشباب صاروا يدقوا على الباب بشكل اقوى عشان يفتحوا لهم الباب اسرع. فعليا بيفتح الباب وبطلع لهم زلمه اختيار وحيد عايش لحاله بهذا البيت. دخلوا عنده وهم ميتين من الرعب وحكوا له عن الاشياء اللي صارت معهم من اول رحلتهم، وحكوا له انه في واحد حكى لهم لا تروحوا على هاي الغابه صرنا نتخوف عليه ورحنا، وحكوا له عن الاشياء اللي كانوا يشوفوها والجن والاشباح. والختيار صاحب البيت كان غريب وكان ساكت وكانت لهجته غريبه، فهم انصدموا وندموا انهم راحوا عنده كمان. بس فجاه الختيار سالهم انه مين اللي حكى لكم لا تفوتوا على هاي الغابه؟ حكوا له شاب كان يشتغل بمحل تصليح صلح السياره وحكى لنا لا تروحوا على هاي الغابه ضلكم مروحين. هون الختيار لما سمع انه في شاب بيشتغل بمحل تصليح وحكى لهم لا تفوتوا استغرب، وفرجاهم صورة شاب، قالهم هذا هو الشاب اللي شفتوه، حكوا له ايوه بالضبط هذا اللي صلح السيارة وحكى لنا لا تفوتوا على الغابة هاي. الاختيار هون بلشت ملامحه تتغير، وحكى لهم ان الشاب هذا ميت من 4 سنين. هون الشباب خف عقلهم وارتعبوا بزيادة وظلوا ساكتين، واقتنعوا انه مصيرهم يا انه يطلعوا برا ويموتوا من الجن والاشباح، يا اما يظلوا عايشين بهذا البيت على طول. فالختيار عشان يطمنهم حكى لهم خلص انتوا ناموا عندي اليوم وبكره الصبح بيكون خف الوضع وبتروحوا تروحوا. والختيار راح ينام. الشباب الثلاث ما قدروا انهم يناموا وظلوا صاحيين طول الليل، ولما بلش الصبح يطلع قرروا انهم يطلعوا على البدري، بلشوا يدوروا على الختيار صاحب البيت عشان يطلعهم وزي هيك ويحكوا له انه خلص بدنا نطلع، دوروا دوروا عليه وما لقوه باي مكان بالدار. هون بلشوا يفهموا انه الختيار اللي كان قاعد معهم مش انسان، واول ما فتحوا الباب لقوا الجن والاشباح اللي كانوا يستنوهم بالليل بعدهم موجودين نفس مكانهم بس متجمدين. طلعوا الشباب وصاروا يمشوا بين الجن والاشباح المتجمدين، ركبوا بالسياره وظلوا هاربين ومروحين، وما رجعوا على الغابه هاي مره ثانيه بالمره. قصه غريبه بصراحه، وسمعت كثير عن قصص جن زي هيك كمان، واحكوا لي يا جماعه انتم كمان رايكم فيها. وهسه خليني احكي لكم القصه الثانيه.
كثير سمعنا قصص رعب عن ناس راحوا على بيت جديد وطلع هذا البيت مسكون وفيه جن واشياء غريبه. بدي احكي لكم قصه غريبه صارت بولايه كونتكت. في عيله استاجروا بيت بهاي الولايه وما سالوا عن البيت ولا عن الماضي تبع البيت، وصار معهم إشي غريب. العائله متكونه من اب وام وبنتين وطفل مريض بمرض السرطان، الله يعافينا ويعافيكم، وكان معهم بنت اخت الام. اضطرت هاي العيله انها تسكن ببيت قريب من المستشفى اللي بتعالج فيه الولد المريض. شافوا العيله انه البيت هذا مناسب، كمان سعر اجاره منيح والبيت كبير وحلو، واللي اجرهم البيت ما اعطاهم تفاصيل عن ماضي البيت والاشياء اللي صارت فيه، وما حكى لهم كمان مين كان ساكن فيه من قبل، بس العيله اكتشفوا الاشياء اللي صارت فيه ومن اول يوم كمان. شو اكتشفت العيله بهذا البيت؟ بلشت الام بتنظيف البيت باليوم الاول، وهي بتنظف لقت قطع لاثاث قديم ومواد لغسيل الموتى، ولقت فيها صناديق حديد فيها وثائق وسجلات بتخص جنازات كثير من الناس الميتين. وهون الام استوعبت انه ممكن البيت هذا يكون دار جنازات قديم، خصوصا انه الاشياء اللي شافتها بتدل على هذا الاشي. وابنهم بما انه مريض مرض السرطان فلازم يكون في جنب غرفته حمام قريب عليه، يعني حمام بنفس الغرفه بسبب اعراض المرض اللي معه زي هيك. والغرفه اللي كانت مناسبه الطفل كانت بالقبو لانه كان فيها حمام خاص فيها. المهم الولد صار يسمع اصوات غريبه بتيجي من جدار الغرفه، وظل الولد يسمع هذول الاصوات بشكل يومي لحتى صار الموضوع زي كابوس له. وكمان خواته كان يحلموا بكوابيس كل يوم. هسه بالبدايه الاهل كانوا يفكروا انه الاصوات اللي بسمعها الولد المريض اثر من اثار الادويه فانه مش شيء حقيقي، بس بعد هيك العيله صار يسمع الاصوات بشكل واضح كثير وعرفوا انه الاصوات هاي حقيقيه وكلهم بلشوا يسمعوها. وحتى الام وهي بتنظف بالبيت بالممسحه، الممسحه بتحول لونها للون الاحمر وبتتعبى دم وريحته كانت كثير بتخزي، وصارت كل هاي الاشياء بشوفوها كلهم وبشكل كثير واضح. وزادت الامور لما صاروا يتعرضوا للضرب وبينت علامات الضرب على جسمهم بشكل كثير واضح. والعائله كمان ما كانوا قادرين انه يتركوا البيت عشان ما تتدهور حاله ابنهم الصحيه، وكمان ما كان معهم مصاري بتكفي انه يسكنوا ببيت ثاني. ولاحظوا كمان انه ابنهم بلش يتغير وصار يكتب مذكرات عن الميتين وعن القبور وصار يتغزل بالجثث، فجابوا له خبير روحاني عشان يفهم شو اللي بصير معه وشو اللي بصير بالبيت ويصور كمان اللي صار بالبيت. وكشفت جلسات التصوير انه هذا البيت كان يصير فيه مراسم دفن الموتى اللي صار تغسيلهم، كان في شخص استغل جثث الموتى كان باخذ منهم عينات عشان يعمل سحر، وكمان استغل واحد من الاطفال عشان يتواصل مع الجن ويعمل سحر عن طريقه. وكمان بواحدة من الجلسات اللي صارت مع الطفل اللي استغله انحرقت روح الطفل، وحاول هذا الطفل انه يتواصل مع العالم الخارجي لحتى مات. وشافوا انه هذا الاشي اللي صار مع الطفل القديم اللي صوره الخبير الروحاني قاعد بصير مع ابنهم المريض. ابنهم المريض كان يتواصل مع الطفل اللي انحرقت روحه عشان يساعده من انه يتخلص من الارواح اللي كانوا يطاردوه. كان في ارواح يا اخوان بتطارد روح الطفل اللي انحرقت روحه لانه كان يساعد الشخص اللي كان يستغلهم. والغريب بالموضوع انه العائله كلها قررت انها تساعد روح الطفل هذا، يعني تساعده انه يتخلص من الارواح اللي كانوا يطاردوه، وقدموا له كل انواع المساعده اللي بده اياها لحتى ارتاحت روحه. وبعد هيك العائله ما شافت ولا إشي غريب. بعدها تعافى الولد من المرض اللي كان معه وعاش حياة طبيعية وتجوز وجاب أولاد وعاش كلهم يا إخوان حياة مستقرة. القصة هاي يا إخوان فهمت منها إنه البيت كان مسكون من روح الطفل اللي انحرقت روحه وصارت كل أرواح تطارده، ولما العيلة ساعدوه إنه ترتاح روحه ترك البيت وتركهم بحالهم وخلص هيك البيت بطل مسكون. وهيك بكون خلص الفيديو لليوم. إذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات اكتبوا لي تحت بالتعليقات عشان أكمل سلسلة زي هيك، ولا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. شكرا لكم على المشاهدة، يا معكم سلامة، يلا سلام يا جماعة.